مواقف تالية عقب اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي. فقد رحب مجلس الأمن الدولي بتوقيع الاتفاق، مشيرا إلى أنه يمثل خطوة إيجابية ومهمة نحو حل سياسي شامل لليمن. الحل السياسي الشامل الذي تحدث عنه مجلس الأمن يأتي منسجما مع موقف الرياض، فقد نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول سعودي قوله إن بلاده تجري محادثات مع ميليشيا الحوثي في مسعى لإنهاء الحرب. أما أمريكا فقد دعت الأطراف في اليمن إلى الالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض، معبرة عن أملها في أن تعمل جميع الأطراف على إنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار. فهل يمكن لهذا الاتفاق الذي أبرم بمباركة جهات دولية أن يكون حلاً لمشكلات اليمن من صعدة وحتى المهرة؟ في الداخل تبدو المعادلة مختلفة قليلاً ومتباينة، مؤيدون ورافضون لهذا الاتفاق. فقد أعلن 13 حزباً سياسياً تأييدهم لاتفاق الرياض، واصفين في بيان لهم هذا الاتفاق بالطريق الآمن لتمكين حضور الدولة وتفعيل مؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وقيام الأحزاب بدورها. لكن أي دور ينتظر من الأحزاب القيام به في مدينة ما تزال خاضعة لمسلحي المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات؟ مجلس الإنقاذ الوطني وهو مكون جنوبي آخر أعلن رفضه لاتفاق الرياض، قائلا إنه يضفي شرعية لما وصفه المجلس بالاحتلال السعودي، مضيفا بأن صيغة الاتفاق شرعنة لطريقة الوصول إلى السلطة بقوة السلاح والغلبة والاستناد إلى دعم دول الخارج.